السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مقطعنا الثاني للي ما فاد معاه المقطع الأول، راح أحط رابط الفيديو تحت الفيديو في الوصف. اللي ما فاد معاه الحل الأول راح نستخدم الحل الثاني، والحل الثاني هذا أكيد 100% ان شاء الله راح تشوفون كيف حل المشكلة. فقبل كل شيء نبطل الديكور. طبعا البراغي يجي هنا واحد اثنين تحت، هذا واحد هذا واحد، والمسكة هنا واحد وهنا واحد وهنا بعد. هنا واحد وتحت ايضا واحد، فتقريبا مقاس 8 تقريبا. او اذا اثنين فوق واثنين وسط واثنين تحت. هذه حبة رقم 7. بسم الله. الحين نفتح لوحة التحكم بالنوافذ. أوصلك يا أبي. هذا حق لوحة تحكم المراية. وهذا حق قفل الباب. خلاص كذا. ذي راح استخدم بلي اليدين، بس هذا طريقته. تضغط من هنا من جهة الجهة الأربعة، هنا وهنا وهنا ولورا. بس راح أوقف المقطع الفيديو وراح أضغط عليه باليدين. كذا خلصنا من الخطوة الأولى. الحين استخدم المفتاح هذا لثلاث براغي. تشوفون هذا الأصفر، هذا المسكة حق الباب. لو تشوفون هنا هذا مسكة الباب، فلازم نفصل هذا بالأول. نفصل هذا بالأول، بما إنه ما أقدر أفصله وأنا أصور راح أفصله بالأول. طبعا كله كابس. شفت كيف الحين طلعنا؟ خلاص صار هذا الحين صار متحرر. صار الحين متحرر. هذا هذا
هذا فصلنا، هذا فصلنا طبعا كابس. شوف الحين خلنا نفصل فيش الكهرباء. وهذا هو سنتر لوك، لحظة بس، وهذا هو سنتر لوك. طيب وين الحساس الحين؟ هذا الحساس، هذا الحساس. شوف هذا هو الحساس، هذا هو. راح نفصل الكيبل أول الآن، راح نفصل الحساس الفيش أول. الحساس لازم تفره فر، هذا هو الحساس. هذا لزقة لأني مسوي له صيانة من قبل. هذا الحساس، لبغي صورة عشان بعدين لقى حساس الباب. هذا حساس الباب، هذا هذا الفيش داخل. طيب المشكلة وين احنا نصلح هذي؟ شلون كيف نصلحها؟ راح نفصل الأبيض عن الأسود. هذا شو كيف الداخلية زار هنا، شوف جنزار هذا شمان السمنج يجي كذا. طيب من كثر غسيل السيارات لما يغسل الباب يدخل داخل سنتر لوك، يوصل الماي للسبرنج، ومع الفترة السبرنج يجنزر يصدي. طبعا طريقة عمل الحساس شفتوا هذا الراس، هذا اذا تسكر شفتوا يقوم يدفع السبرنج للحساس، للحساس ويوصل الكهرب خلاص، يعتبر ان الباب مسكر. واذا فتحت الباب راح يرجع السبرنج ثانية ويطلع الراس، لو تلاحظون ما طلع الراس ليش؟ انه ما في سبرنج. شفت كيف؟ لو في سبرنج كان طلع ثانية. فالحل الحين هذا الرابل، شوف كيف تشقق هنا بعد تمزق. الحال ان نسوي له تنظيف، راح نغسله وننظفه. شوف كيف لا بقى يغير الحساس، يغيره مو مشكلة، واحد جديد ويكفي. بس كم سنة ما ادري. شوف السبرنج كيف داخلي، شفتوا كيف السبرنج طالع كيف؟ هذا السبرنج ذا انا مراكبه قبل تقريبا 3 سنوات، من كثر الغسيل شوف كيف صار. هذا السبرنج وهذا الحساس، راح ننظفه، راح استخدمه جمال. في مشكلة لو صار كهرباء من الداخل، ما في مشكلة لأن داخل ما في إلكترونيات، مجرد سلكين بس، سلكين داخل هنا. شو أوكي
الحين شوفوا كيف السلس الحين لما يدخل حساس السبرينج جدا بلمسة. خذ السبرينج بعد خلينا نجرب عليه. شوفوا كيف شوف بس لمسة خفيفة. شفت كيف الحين صار؟ باقي الحين ركب السبرينج داخل حساس. طبعا وين جبت السبرينج؟ ممكن احد يسأل وين جبت السبرينج؟ من تعرفون هذه من الدفاية، عندي دفاية قديمة خربانة قطعت منها السلك. طبعا السبرنج القديم مركبة من سبرنج القلم، القلم مال المدارس، اخذت حق السبرنج وركبته وضبط معي. اي شيء يمشي دوم ان السبرنج هو يمشي. خلاص كذا ركب. لحظة الحين كيف الراس الحين كذا الباب مسكر، كذا الباب مفتوح. وقبل ما نركبه راح اسوي له اختبار عشان نتاكد اذا كان اوكي ولا لا. راح استخدم الافوميتر واحطه على وضعية الجرس. حلو، وراح استخدم المقبس ما يهم اي لون. راح احط التمساح، يسمونه التمساح هذا، راح احطه في واحد منهم حبه هنا والثاني هنا. هذا اختبار قام تركب. هذا الحين معناته الباب مفتوح، لان خلاص السبرنج هذا طلع على برا. مجرد يسكر الباب راح ينضغط هذا وكذا، معناته ان الباب مسكر. مفتوح مسكر، مفتوح مسكر، كذا خلصنا شغل الحساس. في احد المتابعين سألني في المقطع الاول اقدر افصل الحساس بهالمعنى، يعني انه يقدر يفصل الحساس مرة واحدة ما يحتاج هذا. يقول انا هذا ما ابقى، ابغى افتك من الصوت مرة واحدة لا يخترب عليه بعدين ولا شيء. تقدر انك توصل سلك من هنا الى الثاني مباشرة على طول، وكذا يبين حق الكمبيوتر ان الباب مسكر. فتحت الباب، سكرت الباب، ما جك في الطابلون ان الباب مفتوح مسكر. بس هذا ما افضله، وخاصة اذا كان حق الراكب او حق الخلفي، اطفال ما اطفال ما تدري اذا كان الباب مفتوح ولا لا. فالافضل انك تركب حساس جديد او سوي له صيانة مثل ما سويت افضل لك.
والحين بعد ما طبقنا كل شيء راح نجرب نشوف. بسم الله. هذا الحين الباب مسكر. نفتح الباب. بسم الله. هاي فتحنا الباب. اوكي. وكذا انحلت المشكلة. ولا دفعنا اي مبلغ ولا ريال. مجرد بس سبرنج وتنظيف داخل الحساس. وان شاء الله اكون وصلت المعلومة. ولا تنسونا من الاعجاب والاشتراك فهذا يدعمني اكثر. واي ملاحظات او استفسارات اكتب لي في التعليقات وان شاء الله راح ارد عليكم واحد واحد. في امان الله.